يتجنبوه فريق الوداد، لان الحمد لله فريق الوداد خلى ان جميع الفرق يحاولوا يتجنبوه، وهذا هو الحمد لله هو القوه ديال فريق الوداد اللي تكمن في المجموعه، لا من الجماهير ولا من المسؤولين ولا من اللاعبين، باش يخليو ان فريق الوداد يكون فريق اللي كما تنقولوا يخلع الفرق اللي كبار.